الهدف من هذا المشكل اللي حصل داخل السوق المركزي هو مشكل بسيط. الهدف منه هو بغينا هذا المجلس مدينة الدار البيضاء اللي تم التفويض ديالو لشركة تهيئة الدار البيضاء هذا السوق. هذا حنا ما كنبحثوش على التفويت على شنو كاين ما يحصل داخل السوق. حنا اللي حنا كنشوفوا هاد شركه هي الدار البيضاء اللي لاحت واحد لابيل دوفر كتقول فيه بان غادي تجي تصلح مارشي سونترال ديال اعاده الهيكله. هذه اعاده الهيكله حنا كتجار ما عرفناش شنو هي النوعيه ديالها، واش غتكون داخل السوق ولا خارج السوق، ما عرفناش ديالها. هذا هو علاش نايضين هاد المشكل هذا. حنا ضوء هاد التصريحات وعلى ضوء هاد المسائل بغينا حنا كنطالبوا تبقى الخطاب ديال سيدنا ديال 2011 اللي كيقول باشراك جمعيه المجتمع المدني. حنا هادشي اللي بغينا حنا يشاركونا باش حنا ننظموا لهم السوق حتى التجار يعرفوا شنو هو المصير ديالهم هنا داخل السوق. يعني واش الاشغال غدوم سنه غدوم تقريبا شهر غدوم اش خلينا نعرفوا هذه المسائل. حنا كنطلبوا منهم يشاركونا وننظموا هاد المسائل وهاد المتطلبات داخل السوق. هذا هو الهدف من هذا الشيء. وتقريبا كنكون تحاوروا معنا كاع ما نوصلوش حاجه اخرى، ولكن الناس ما تحاورش معنا. دونك انا كنتسناو الحوار ديالهم معنا. ملي ما خرجش الحوار على ضوء كنا غندير وقفه، ولكن الحمد لله شتى الساعه هادي حتى شي واحد ما جا منهم. هما كانوا لاحين لابيل دوفر لاساس بان عندهم يوم الخميس 8 اوت مع 10 كان عندهم اجتماع باش يوريو الناس للشركات اشنا هو السوق المركزي واشنو خصو يكون فيه. حتى شي واحد ما خدا بعين الاعتبار لا الجمعيه ولا التجار داخل السوق.